كيصرع الامام عن طريق لاعب او لاعبين. هذه محاوله لفائده الدفاع الحسني الجديدي، ضربه جزاء، ضربه جزاء. البحث مستمر للفريق الجديدي عن الهدف، المدرجات اهتزت لاعلان الحكم عن ضربه جزاء. نتمنوا انها تعطي هدف التعادل لان الفريق الجديدي افيد او المتخصص شاغو، شاغو والهدف، والهدف لفائده الفريق الجديدي. كنا في الهجوم وبالتالي غنشوفوا لادابتاسيون ديال لا نوفيل سيتياسيون ديال الاهلي مع لا ترانزيسيون الجيده اللي كيكون دائما عند بن شيخه في المقابلات. قادوم نتمنى ان البحث يعطي هدف ثاني للفريق. مشى لقلب الهجوم، الان عرفتي راه كيدير ضعف المجهودات لانه كيساهم في الدفاع وكيساهم في الهجوم. لاحظ هنا ناح شحال بعيد على الهجوم وحتى على مستوى هذه اصابه، 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 اصابه. هدف ثاني لفائده الدفاع الجديدي، هدف ثاني لفائده الدفاع الجديدي. حملات سريعه ولكن منظمه بطريقه ديز اوتوماتيزم، تمت هذه الحمله السريعه والاشاره انه بن شيخه عيط لنا ناح قال له صبر في هذاك الاتجاه لانه كيخدم في ديفونسيف اكثر من اوفونسيفمون، وبالتالي كنعرفوا ناح بانه الاوبورتينيست على مستوى الهجوم. نتمنى انه ورقه حمراء، ورقه حمراء للاعب لونغ ولا ما لانه خلع القميص ديالو وكان عنده انذار. نعم هنا فين كان يعني خاص شويه التجربه، ومازال ما عرفتش، مازال ما عرفتش اللاعبين علاش كيحيدوا الاقمصه ديالهم لحد الان. هذا لغز بالنسبه لي، ما عرفتوش علاش مازال عنده ورقه صفراء وحيد القميص ديالو، وكيعرف ان العقوبه ديال انك تحيد القميص المجرد انك تسجل هدف كتكون عندك ورقه صفراء ثانيه، وهذا ما ادى الى ورقه حمراء. يعني نتمناو ان هذا المكسب ديال حتى هذوك اللي قلدناهم ما يصطدمش بهذا النقص العدد. هذوك اللي قلدناهم اللي كانوا كيحيدوا الاقمصه ما بقاوش يحيدوهم، وحنا تمادينا في هذا خلع الاقمصه. نتمنى ان تزول بعد باش اللاعب ايوب تكومه كيستعد. هذه محاوله لفائده النادي الاهلي، محاوله لفائده النادي الاهلي، وهدف، هدف قاتل لنادي الاهلي، هدف قاتل. الكره كان كيتم بواحد البطء كبير وما ضعفات الجهود من اجل هذا الاتجاه. نظن بانه هدف ربما قاتل، يعني لاحظ الطريقه اللي تسجل بها الهدف، كان المدافعين ديال الفريق الجديد.